يا صبايا، حكيتوا شي مع حياة اليوم أو اطمنتوا عليها؟ تعرفوا مراد كيف صار وضعه؟ والله ماني فهمان شي من هالقصة. عطاه الشركة كلها، بتوقع انها تفلس عليه. لك شو هالحكي هاد؟ بصراحة يعني ما بظن انه انور رح يقبل ياخد اسهم مراد هيك بهي البساطة. اكيد هالقصة من تخطيط داليا. لا مو داليا اللي وراها. شايفة هديك السلالة الصغيرة الحية تبع السهيانة بيلا الوسخة؟ هي كمان إلى إيد بالموضوع. لقيت بالأخير وحدة تتفق هي وياها وخرجت تكون كنتا. فيني حط ثلج بهي الكاسة؟ أسيل! انتو سمعتوا مو هيك؟ يا أسيل! لك دقيت لك كتير على تليفونك، ليش ما بتردي علي؟ بدي احكي معك ضروري، بس اطلعي لبرا. ليكي اذا ما طلعتي هلا بدي خلي كل الحاره تصحى على صوتي. اسيل انتو كمان عم تسمعوا؟ اكيد سمعتوا مثل ما عم بسمعوا انا. يلا انا رح اطلع مشان قلعوا. يعني خلص بنتي، شو بدك فيه؟ الرجال واضح انه شربان وجاي يعملوا شي فصل ناقص. الله يسامحك خالي امينه. لك هذا انور، شو الفصل الناقص اللي بيعمله معي؟ خلص انا رايحه. لوين رايحه يا بنت؟ فوتي عادي لشوف صبية وطالعة بهالواد. في زلمة بالبيت شبك مو معبي عينك؟ رح اطلع واقف هذا اللي اسمه انور بيك عند حده، اذا فتح تمه بحرف بدي ساويه ممسحة. لك ليش ما حكيتوا معه شي؟ لك اسيل طلعي شوي بدي شوفك. اهلين اسيل. لك شبك هيك عم تصرخ بنص الحارة مثل الجواميس؟ اخي انت لا تتدخل بهالقصة، انا بدي احكي مع اسيل وهي رح تطلع لعندي. اسيل خلصيني تعالي يلا. بلا حركات الايدين هدول، احسن ما تاكل قتلة. البنت ما بدها تشوف واحد مثلك، ليش دبقان فيها؟ نلح. ليش يعني؟ مين انت لحتى عم تحشر حالك فيني؟ هاي حبيبتي جميل. لك لا تدفش احسن ما قتلك. اخي لا تتدخل. اسيل انت ما رح تفهم علي شو عم بحكي معك غير لتاكل بوكس على نص خلق تاكلك حيوان. اخي خلص بعدين تضربني. اسيل لك مشان الله بقى يلا تعي. لا تعمل حركات بالايدين يا شاموس، تعال هون بقى تعال. انت اللي جبت البهدلة لحالك يا ولد. نلعب لجوا يلا. يا الله شايفة خالي امينة؟ احطوا لك يلا من هون. خالي امينة اعملي اي شيء بقى كرمال الله. سكري شلالي يلا يلا بنت خلونا نفوت بلا مشاكل يلا.